بعد أن دوى صوت إطلاق ناري كثيف قرب القصر الرئاسي وبعد ساعات من صباح يوم مختلف في العاصمة الغينية كوناكري، أعلنت القوات الخاصة التابعة للجيش الغيني إثر اعتقال الرئيس ألفا كوندي عن رزمة من الإجراءات، منها حل الحكومة وتعطيل الدستور وإغلاق الحدود البرية والجوية. لقد قررنا بعد القبض على الرئيس الذي بات حاليا في أيدينا حل الدستور الساري وحل المؤسسات، وقررنا أيضا حل الحكومة وإغلاق الحدود البرية والجوية لمدة أسبوع. نتعهد باستعادة الديمقراطية في البلاد. عصر إطفاء الطابع الشخصي على الحياة السياسية قد انتهى. نعمل على تحقيق مصلحة الأمة التي يربو عدد أفرادها عن 13 مليون نسمة. هذا الإعلان جاء بعد ساعات من الانقلاب الذي نفذته وحدة المهام الخاصة في الجيش الغيني والتي أطلقت على نفسها اسم اللجنة الوطنية للتجمع والتنمية. عناصر من الوحدة الخاصة بثوا بعد ذلك فيديو يظهر الرئيس كوندي تحت قبضتهم، وهو الذي رفض الإجابة حين سئل إن كان قد تعرض لسوء معاملة. ويأتي هذا الانقلاب بعد أزمة سياسية واقتصادية عميقة زادت من حدتها جائحة كورونا حسب مصادر مختلفة. ويشار إلى كوندي وصل إلى السلطة سنة 2010 في أول انتخابات منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1958. ورغم أن بداية حكمه كانت بداية جيدة لغيني، إلا أن عسكريون شنوا هجوما على مقره عام 2011.